دكتور سعيد، دكتور سعيد. ايوه نور. في واحد بره مصمم يقابل حضرتك. اسمه ايه؟ رفض يقول اسمه. اوعى استنى يا استاذ، يا استاذ لو سمحت، يا استاذ اوعى. سيبه سيبه منصور، سيبه. اتفضل انت يا نور. حاضر. مش انت ادم توفيق اللي اتنشرت صورته في كل الجرايد ومتهم بقتل عباس البحيري؟ كده ادم بريء حضره الضابط. دي مساله قررها النيابه ويفصل فيها القضاء، يا مدام من مصلحته ان هو يسلم نفسه، عشان كده ارجوكي بقى تقولي لنا هو فين. ما اعرفش. معقوله؟ معقوله يا مدام تبقى مراته ما تعرفيش مكانه؟ انا كل اللي اعرفه انه خرج من هنا علشان يروح لعباس، وبعدها بساعة طلبني من التليفون المحمول اللي معاه وقال لي انه مسافر، ولما سألته مسافر فين وليه الخط اتقطع، وحاولت اكتر من مرة اتصل بيه لكن ما بيردش على التليفون. يعني انت عاوزة تفهميني انه لا بيرد على التليفون ولا حتى بيتصل بيك؟ هي دي الحقيقة. عموما يا مدام المعلومات اللي عندنا بتقول ان هو كان نازل في فندق في اسكندرية، واذا كان بقى هو قدر يهرب مننا قبل ما نوصل له فده مش معناه انه هيقدر يهرب مننا على طول. وبتهرب ليه ما دام متاكد انك بريء؟ لان ما حدش هيصدقني. مشكلتك يا استاذ ادم ان المسدس اللي اتقتل بيه عباس هو المسدس بتاعك. ايوه، بس المسدس ده اتسرق من مكتبي قبل الجريمه. بلغت عنه؟ للاسف، لان ما اكتشفت سرقته الا بعد ما قريت الموضوع في الجرايد، لاني ما كنتش بستخدمه. استاذ ادم. افندم. عشان اساعدك ارجوك تجاوبني بصراحه، قتلت عباس ولا لا؟ لو حضرتك عندك شك في كلامي ولو واحد في المليون انا هسيب مكتبك واخرج فورا. لا لا اتفضل. صدقني يا دكتور سعيد أنا ما قتلتوش. أنا مصدقك، أنا مصدقك. أستاذ آدم، أنا عاوزك تحكي لي عن علاقتك بعباس من أول ما عرفته لحد لحظة وجودك في مكان الجريمة. أنا وعباس كنا زملاء في الكلية، وبعد مرور أيام الدراسة أصبحنا من أعز الأصدقاء اللي مش ممكن يفترقوا عن بعض أبدا، لدرجة إننا بعد ما اتخرجنا اشتغلنا ببنك واحد. بعد فترة من الوظيفة عباس اتجوز من ست غنية وأكبر مني في السن، وقرر إنه يستقيل من البنك ويفتح شركة للاستيراد وللتصدير، وعرض عليا إن أشاركه. في الأول رفضت إن أضحي بالوظيفة، لكن مع إلحاحه المستمر وافقت وبقينا شركاء، وكان كل همنا إننا ننجح في الحياة مهما كانت الظروف. وفعلا بعد فترة قصيرة قدرنا نحقق أرباح كتيرة جدا للشركة، لكن للأسف اكتشفت ان عباس اتغير بعد ما الفلوس جريت في ايديه، اهمل عمله وخلافاته زادت مع مراته لدرجة انها وصلت للطلاق، وكمان اتلمت عليه شلة فاسدة جروا رجله للقمار وانغمس معاهم في نزواتهم الطيشة، واصبحت الشركة مهددة بالافلاس بعد ما عباس سحب مبالغ كبيرة جدا من أرصدة الشركة في البنوك. في الحالة دي كان لازم يحصل وقفة بيني وبينه، واتفقنا إن احنا نفض الشركة ويخرج منها بالتخلص. وفضيت الشركة ومع ذلك ما سابنيش في حالي، كل ما يحتاج فلوس يلجأ لي، اديته مرة واتنين وتلاتة وعشرة، رغم اني كنت عارف ان الفلوس دي راحة على القمار وعلى نزواته الطايشة وعلى الهيروين اللي سمن جدته، لحد ما جه اليوم اللي اكيد
رفضت انك تديله. بعد ما كان بيلجأ لي كصديق عشان ياخد منه فلوس، ابتدى يتعامل معايا كصاحب حق في الثروه اللي انا عملتها. باعتبار طبعا ان هو كان صاحب فكره انشاء الشركه اللي انت عملت منها ثروتك. وطبيعي انه كان لازم اوقفه عند حده وامنعه من دخول الشركه، وارفض حتى انه كان يقابلني. لحتى اليوم المشؤوم اللي حصلت فيه الجريمه. حصل ايه؟ جاني الشركه. اوعى من وشها، لازم اقابله. ايه ده؟ ايه فيه؟ روح انت شوفي شغلك. حاضر يا فندم. شغلك ايه؟ ايه يا ادم؟ مش عاوز تقابلني ليه يا رب؟ لاني فعلا مش عايز اشوفك. للدرجة دي؟ انت عارف ليه؟ اللي اعرفه وسابق قلتهولك قبل كده، ان انا ليا حق في كل مليم يخش جيبك من الشركه دي، وانا جاي لك دلوقتي عشان نتحاسب عليه. يظهر انك ناسي يا عباس ان الشركه اللي كانت بينا اتفضت من زمان. لا بقى حبيبي، انت اللي ناسي بقى ان لولايا انا كان زمانك لسه موظف في البنك عايش على 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 مرتبك، وما بقتش في الامل اللي انت فيها دي. وانا دلوقتي من حقي إيه؟ انت مالكش اي حق عندي، وبطل بقى شغل الصياعه والبلطجه دي. بص لنفسك يا اخي، ده انت مش قادر تصب طولك من الهباب اللي بتاخده ده. انا صايع وبلطجي؟ ولو فضلت ماشي في الطريق اللي انت ماشي فيه يا عباس، هتبقى نهايتك مجرد حشرة الناس تدوس عليها بالجزم. لا بقى ده انت زودتها قوي، انت اللي هددتها قوي. فوق لنفسك يا عباس، ارجع لعباس بتاع زمان، وهتلاقيني انا اول واحد يقف جنبك ويساعدك. لا يا عم، انا مش عاوزك تساعدني، انا عاوز حقي وهعرف ازاي اخده منك. كده؟ كده يظهر انك مفيش فايده فيك. بقولك ايه يا عباس، اوعى تفتكر ان انسان ضعيف مش هيعرف ياخد حقه منك، هتهته بكلمتين خايبين من بتوعك. لا يا عباس، انا اعرف اخد حقي كويس قوي، ولو جيت هنا مره تانيه او اعترضت طريقي هيكون اخر يوم في عمرك. وتفضل بقى عشان انا مش فضيلك، اطلع بره. وليه وصلت الامور لكده يا ادم؟ زهقت وزهقت وتعبت قوي يا امان. ايوه يا حبيبي، بس ما تنساش انكم اصدقاء وبينكم عيش وملح، وده يشفعله. انه يبتزني، انه يعتبر ان كل مليم بيدخل جيبي يبقى هو ليه حق فيه، وحضرته جاي طالبني بيه. احتياجه للفلوس ورفضك انك تديله هو اللي خلاه يفكر كده، مع انه عارف ومتاكد ان ده مش من حقه. عشان كده كان لازم ده يبقى موقفي معاه، خليه يحل عني بقى. لا يا ادم، عباس ملوش اي حد تاني غيرك يلجأ له، ما تبقاش بالقسوه دي. مش حكايه قسوه يا امال، ما انت عارفه ان ده بقى انسان مدمن، يعني كل الفلوس اللي هياخدها مني هيصرفها على الهباب اللي بياخده ده. ربنا يهدي له طريقه ويتولاه برحمته، لكن ما تبقاش انت والزمن عليه، ما دام ربنا فتح عليك ومديلك من واسع. يعني ايه يا امان؟ يعني انا اللي بطلب منك بحكم الصداقه اللي بينكم انك تروح له وتطيب خاطره وتديله اللي هو عاوزه.